السلام عليكم عزيزي المشاهد. اليوم سوف نشرح لكم فيديو كيف يتم حركة الجكسايد، أو بالأحرى كيف تتم حركة البرمة، أو كيف تسمح للمضرب إنه يفعل جكسايد يوصل للمكان هذا ويلفلف فوق الحجر المراد بها. هنا قواعد وقوانين وأساسيات ضروري أنك تتبعها علشان تفعل جكسايد. أول قاعدة مثلا أنت تفعل جكسايد من فوق الكورتين. أول قاعدة إنه المضرب مش كذا، هذه الطريقة هي كورة ولا كورتين، إنك تلف المضرب حاجة بسيطة كورة ولا كورتين فوق الثلاث ولا فوق الثلاث الكور مسافة قصيرة، ضروري إن المضرب ينزل عمودي على الطاولة. شوف كذا، شوف مسكيتي عمودي على العصا على المضرب. وثاني حاجة إن أنا أتجه للمكان الذي لو وجد فيه كور أو حاجز، مثلا هنا الكور أقرب مكان إلى هذا المكان عشان أسمح للمضرب إنه يلف فوق الثمانية. ثاني حاجة وضعيتي عشان مثلا أنا أشياء أفعل جكسايد، أطلع العصا كذا كما شفنا كما علمناكم، عمودي اتجاهي إلى هذا المكان عشان أفعل جكسايد، وهنا المضرب أضرب نص المضرب يمين عشان ألف المضرب يمين. وأهم حاجة الطبشور، نص المضرب يمين شوية انطلاقتي إلى هذا المكان، المضرب عمودي، أنا أرفع رجلي لأنه عشان أسمع لا أسمع بالمضرب إنه يسرح يمشي للأمام يرجع إلى نفس النقطة التي أريدها أنا، وليس إذا هي كذا يكون صعبة شوية. شوف حاول على الجكسايد، حاول 10 20 100 200 ضربة. أول ما تكون الجكسايد خلاص يصبح كل شيء طبيعي عندك وتتقنها وقت الضربات وقت اللعبات، يعني أول ما تقن الجكسايد خلاص أمورك طيبة وكل شيء بتتعلمه. تحياتي.